واحدا تلو الآخر. يدخل الطلبة في العراق أروقة المدارس التي أجبروا على تركها لعامين كاملين بسبب جائحة كورونا التي عطلت مختلف مفاصل الحياة. بخطوات ممزوجة بالفرح والدهشة يترك التلاميذ منازلهم التي لازموها لفترة طويلة ليعودوا لممارسة الأنشطة المدرسية ولقاء زملاء الدراسة. ذاك العام ما قدرت أدرس زين ولا أشوف صديقاتي ولا أشوف معلماتي وما قرأت كلش زين وما توصلني الواجبات للإنترنت مرات ضعيف، بس الحمد لله هاي السنة شفت صديقاتي شفت معلماتي. التحدي الأبرز الذي يواجه فرق التدريس هو استعادة شغف الطلاب بالتعليم والاندماج مرة أخرى في أجواء المدرسة بعد فترة انقطاع طويلة. إحنا كإدارة وكهيئة تعليمية هيئنا نفسنا أن نعيد كل ما فات للتلاميذ من مادة علمية ومادة منهجية في كتبهم. منع انتشار الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين يشكل تحدياً كبيراً يبرز مع بدء العام الدراسي الجديد. التعقيم والتعفير بالنسبة للمدرسة هاي كشيء أساسي. ثاني الالتزام بارتداء الكمامة وتلقيح الكادر التدريسي، ضرورة لقاح الكادر التدريسي، لأن من أساسيات من إجراءات الوقاية ارتداء الكمامة، اللقاح، التباعد. وزارة التربية بدورها نظمت دورات تأهيلية عديدة بشأن كيفية التعامل مع الطلاب بعد العودة للمدرسة بالتعاون مع وزارة الصحة. أقامت مديرية التربية الرياضية في وزارة التربية قسم الصحة والبيئة عدة ورش لغرض مناقشة الواقع الصحي، طبعا بالتعاون مع وزارة الصحة، لمسؤولي شعب الصحة المدرسية في جميع محافظات العراق، ووضعت الخطط إن شاء الله بالتعاون مع وزارة الصحة لغرض السيطرة على هذا الوباء في مدارسنا. قرابة 11 مليون طالب وتلميذ عراقي باشروا بالتوجه إلى مقاعد الدراسة مجددا بعد أن انخفضت معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وألزمت وزارة الصحة العراقية الكوادر التدريسية على التلقيح دون استثناء والالتزام بإجراءات الوقاية كالتعقيم والتعفير وارتداء الكمامات للجميع. مصطفى القطان، قناة الغد، بغداد.